لماذا الحنكلوله يهاجم البشر؟ هذا سؤال مهم جدا. لماذا؟ فعند دراسة كائن الحنكلوله اكتشفنا أنه كائن حبوب جدا، ولكن عند الغضب لا يعرف من العدو ومن الصديق، ولهذا فهو يهاجم دائما. قد تلاحظ أن عند الحنكلوله أحد أعضاء فنرى هنا، إذا نظرنا إلى هذا الحنكلوله سنجد أن عضو الجسد الأيمن الأسفل المعروف بالقدم يؤلمه جدا، وهذا هو سبب غضبه. وننظر لهذا، القدم اليسرى، فهذا هو السبب. إذن فأقدام الحنكلوله مؤلمة أو تتألم، ولهذا فإن الحنكلوله غاضب جدا. فلنرى مع ماذا سيحدث. هيا نقترب من هذا الحنكلوله ونقول له: مرحبا، كيف حالك؟ هل تريد أن تصبح صديقا لنا؟ لا يريد. حسنا، خلصناه من الآمال. الآن هو فلنرى، هو سعيد. فلنستخدم اختفى، ذهب وتركنا. حسنا، هذا الحنكلوله، تعال حنكلوله، تعال إلينا فلنرى. حسنا، هذا الحنكلوله محبط من بعض الشيء، ولهذا فلقد شعر بالإحراج وأدخل رأسه مثل النعامة في الأرض، ولهذا سوف نتجاهل هذا الحنكلوله. والمرة الثالثة والأخيرة هي هذه المرة، فنرى معا. هذا الحنكلوله يتألم من قدمه اليمنى. حسنا، إذا ضربناه ثم ضربناه مرة، إنه يحتضننا، إنه سعيد جدا، إنه كائن سعيد جدا، لكننا لا نحب الأحضان ولهذا قتلناه. فلننظر معنا هنا، فلننظر إلى وجهه الجميل، إنه سعيد، هذا كائن سعيد. ذهب الحنكلوله. وهذه كانت أفلامنا الوثائقية عن الحنكلوله، أتمنى أن تعجبكم. وهيا نعود إلى بيستي ليعلق على اللعبة يقول لنا ماذا يحدث بالضبط. شكرا جدا مستر محمد، شكرا على تعليقك على اللعبة. الناس فعلا كانت محتاجة تفهم مين كائن الحنكلوله ده، وهم مبسوطين جدا جدا. فأنا أحب أشكرك على أن أنت جيت ضيف عندنا في الحلقة، ومش عايزين نشوف خلقتك تاني. شكرا. طيب، أديك عرفت الحنكلوله ليه يا عمر كده.